بسم الله الرحمن الرحيم. بالصفة ديالي أحد عمال شركة مشروع مدينة المهنة والكفاءات بالرشيدية، كان نتأسف بالنسبة للعمال الاحتجاج اللي داروا اليوم العمال باب الورش، وكان يطالبوا بالمستحقات ديالهم، وكان يقولوا كتلقوا بعض الإشاعات على أن الشركة ما خلصتهمش لمدة ديال شهرين ثلاث شهور. هذه إشاعات كاذبة، أقوال ديال الناس باو يخلقوا البلبلة، وكيطلقوا إشاعة على أن الشركة كتبيع الماتيريال ديالها أو لا كتحول الماتيريال ديالها. الشركة فعلا كتنقل بعض الماتيريال ديالها، كتنقلوا لأوراش أخرى لأنها تسالات بالمهمة ديالو هنا في هذا الورش هذا. وبالنسبة لهاد العمال هادو اليوم مع العشية خدموا المستحقات ديالهم كاملين، كلهم تخلصوا اليوم على العشية. السيد المسؤول على الورش كيقول لهم أودي أجيو فوج بفوج باش نقدر نخلصكم، كل خطرة نخلص واحد الفوج. هما جاوا نوبة واحدة، دفعة واحدة، للأسف ما قدروش يخلصوهم مرة واحدة، ما يقدروش يخلصوهم مرة واحدة. هذا الشيء اللي جعلهم أنهم يحتجوا في باب ديال الورش، ولكن الأغلبية زيد من 80 أو 90 واحد راها تخلصت اليوم، ومشاو ندموا على الفعل اللي داروا في باب ديال الورش، وجاو كيطلبوا السمح من السيد الممثل ديال الشركة هنا في الورش ديال الرشيدية. بالنسبة للوقف اللي وقف الشركة من العمل، الشركة مازال خدامة والورش مازال خدام. نقصوا شويه ديال العمال، وقفوا راسهم، اغلبيه وقفوا راسهم على اساس انه كاين اللي ما بغيش يخدم في هذه الوقيته ديال العواشر، كيقول انا ما نخدمش، كاين اللي بعيد كيمشي عند والديه ولا يمشي للدار ديالو. هذا من بعض الاسباب اللي جعلتهم كيقولوا كيطالبوا بالمستحقات ديالهم. والشركه ما عمرها ما خلصت شي واحد، حنا رحنا قدام مع الشركه، رحنا في 50 او 60 مع الشركه وخدامين معاها ليل ونهار، وفي اي مدينه طلبتنا الشركه كنمشيو كنخدموا معاها. وحاليا الشركه ديال شاده عدد كبير ديال المشاريع في جميع المدن المغربيه، والسمعه ديالها في السوق معروفه، والشركه ما عمرها غترجع للور. والعمال الله يهديهم، هذا الشيء اللي نقوله، انسان كيشد الرزق ديالو وكيكذب، ما يمكنش هذا الشيء، ما يمكنش. حشومه وعيب وعار، واحد الناس كي خدام معاهم كتاكل معاهم الشتق ديال الخبز، وكترجع كتطلق عليهم اشاعات اللي ما كايناش. هذا الشيء ما ماشي معقول، وما ما يتقبلوا لا العقل ولا الانسان ولا حتى الدين ديالنا ما يقبلش هذا الشيء. هذا الدين ديالنا ما قابلش هذا الشيء، هذا حشومه وعيب وعار. وكنشكر قناه شوف تي في اللي تحت لينا الفرصه باش ننفيو هاد الاكاذيب وهاد الاشاعات اللي تلقوها العمال في فرش الرشيدية، وشكرا.